بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في درس جديد مع نظرية فيثاغورس. نظرية تقول: إذا كان المثلث ABC قائم، فإن مربع الوتر يساوي مجموع مربعي طولي الضلعين الآخرين. إذا مربع AB زائد مربع AC يساوي مربع الوتر BC. AB مربع زائد AC مربع يساوي BC مربع. مثال: متى نستعمل نظرية فيثاغورس؟ نستعمل النظرية هذه لإيجاد أحد طول أحد الأضلاع. إذا نطبق نظرية فيثاغورس على مثلث قائم لإيجاد طول أحد أضلاعه. هنا الطول المفقود هو طول الوتر، هو طول الوتر. في هذا المثال، المثال يقول: ABC مثلث قائم في A. إذا هنا A يساوي 4 سنتيمتر و AB يساوي 3 سنتيمتر، والمجهول هو الوتر BC. كيف نقوم بالحساب؟ نطبق نظريات فيثاغورس. نظريات فيثاغورس تقول لنا AB أس 2 زائد AC أس 2 تساوي BC أس 2. لماذا طبقناها؟ لأن المثلث قائم في A. إذا 3 أس 2 زائد 4 أس 2 تساوي BC أس 2، الوتر أس 2. وتر أس 2 يساوي، عندنا 3 أس 2 هي 9، 4 أس 2 هي 16، نجمعهما 9 زائد 16 25. إذا BC أس 2 تساوي 25. كيف نتخلص من أس 2؟ بالجذر. إذا BC ماذا يساوي؟ الجذر التربيعي ل 25، والجذر التربيعي ل 25 نعلم أنه يساوي 5. الجذر التربيعي ل 25 يساوي 5. إذا هنا قمنا بإيجاد أحد الأضلاع المجهولة. طبقنا نظرية فيثاغورس لأن المثلث قائم. النظرية العكسية، النظرية العكسية تقول: إذا كان أطوال أضلاع المثلث ABC تحقق المعادلة التالية: AC أس 2 زائد AB أس 2 تساوي BC أس 2. إذا مجموع مربعين ضلعين المثلث يساوي مربع الضلع الثالث، فإن المثلث ABC قائم في A. إذا هذه النظرية العكسية تستعمل لإثبات أن مثلث ما قائم. نستعمل النظرية العكسية لفيثاغورس لإثبات أن مثلث قائم. والنظرية تستعمل، النظرية الأولى تستعمل لإيجاد أحد أضلاع مثلث قائم، وهذه تستعمل لإثبات أن هذا المثلث قائم. إذا مثال: عندنا مثلث، لدينا مثلث ABC طواله كالتالي: 1.5 سنتيمتر، AB 1.5 سنتيمتر، AC 2 سنتيمتر، والوتر BC 2.5 سنتيمتر. إذا نقوم بإثبات أن هذا المثلث ABC قائم. لدينا AB أس 2 يساوي 2.25، AC أس 2 يساوي 4، وBC أس 2 يساوي 6.25. نجمع AB مع AC، AB أس 2 زائد AC أس 2 تعطينا 2.25 زائد 4 6.25. بما أن وجدنا أن AB أس 2 زائد AC أس 2 تساوي BC أس 2، إذا فهذا المثلث ABC قائم في A حسب النظرية العكسية لفيثاغورس. حسب النظرية، نضيف حسب النظرية العكسية لفيثاغورس. عندنا مسألة، هذه المسألة: سمير تلميذ يدرس في السنة الثالثة متوسط. كان سمير يراقب بناء وهو يبني جدارا، وعندما أنهى البناء عمله تقدم سمير وعين النقط B G و D كما هو موضح في الرسم المقابل. إذا قام بتعيين ثلاث نقاط B G و D، ثم قال للبناء إن الجدار عمودي فعلا على الأرض، على الأرضية. إذا قام بإثبات أن الجدار عمودي على الأرضية. إذا معناه قام بإثبات أن B G و G D عموديان، يعني قام بإثبات أن المثلث B G D قائم في G. إذا اشرح حسابيا كيف تحقق سمير من أن الجدار عمودي على الأرضية. هنا لدينا مساعدة، يمكن تطبيق النظرية العكسية لفيثاغورس. إذا بتطبيق النظرية العكسية لفيثاغورس نثبت أن المثلث قائم. قلنا أن النظرية العكسية لفيثاغورس تثبت أن المثلث قائم. إذا ديروا الوتر أس 2 نسييو أو نجرب بي جي أس 2 و جي دي أس 2، الضلعين قائمين.
إذا لدينا دي بي يساوي 3.5 أس 2، دي بي أس 2 يعني الواتر هنا افترضنا أنه الواتر لأنه أطول ضلع 3.5 متر، إذا 3.5 أس 2 تساوي 12.25. إذا والضلعين اللذين افترضنا أنهما قائمين، إذا دي جي أس 2 زائد جي بي أس 2 2.1 أس 2 زائد 2.8 أس 2. إذا 2.1 أس 2 وجدنا أنها 4.41 زائد 2.8 أس 2 7.84، لما جمعنا تحقق أنه 12.25. إذا وجدنا أنها تساوي دي بي أس 2. إذا نكتب العبارة، بما أن دي جي أس 2 زائد جي بي أس 2 تساوي دي بي أس 2، فإن المثلث بي جي دي قائم في جي حسب النظرية العكسية لفيثاغورس. إذا هو قائم حسب النظرية العكسية لفيثاغورس. أثبتنا أن الضلع الأول قائم والضلع الثاني، الضلع الأول القائم أس 2 زائد الضلع الثاني القائم أس 2 يساوي مجموعهما يساوي مربع الواتر. إذا حسب النظرية العكسية لفيثاغورس فإن المثلث بي جي دي قائم في جي. إن أعجبك الفيديو فلا تنسى الإعجاب والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.